بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة في المحاضرة الرابعة للعملية التصادفية 1. عنوان المحاضرة Probability Generative Function of Sum of Fixed Number of Random Variables، الدالة المولدة الاحتمال لحاصل جمع مجموعة من المتغيرات العشوائية عددها ثابت. في المحاضرات السابقة أخذنا الدالة المولدة الاحتمال لمتغير عشوائي واحد، مثلاً X تتوزع توزيع بواسون أو تتوزع توزيع جيومتريك أو باينوميال أو برنولي. أخذنا معظم التوزيعات الاحتمالية وشفنا شكل الدالة المولدة الاحتمال. زين، إذا كان عندنا متغير جديد مثل Z، وهذا Z هو يمثل حاصل جمع عدة متغيرات، راح نأخذ حالتين، متغيرين عشوائيين بالبداية ومن ثم نعممه. فإذا كان Z هو حاصل جمع المتغير العشوائي X زائد المتغير العشوائي Y، كل متغير له دالة مولدة الاحتمال خاصة به، فنريد نعرف الدالة المولدة الاحتمال لـ Z اللي تمثل لك حاصل جمع هذين المتغيرين. قبل ما نبدأ بالدالة المولدة الاحتمال لازم نعرف Z ونعرف الحوادث الخاصة بـ Z. فإذا بالبداية راح نقول لو فرضنا أنه X and Y be two independent non-negative integer value random variable، لو فرضنا أن المتغيرات العشوائية X و Y اللي هي عبارة عن متغيرات مستقلة وقيمها صحيحة و non-negative with probability distribution لكل متغير. نحن كنا نكتب عادة probability distribution للمتغير العشوائي PK، لكن هوني عندنا متغيرين عشوائيين، فراح يكون لـ X نسمينه مثلاً AK، أي تسمية صحيح، ولـ Y سميناه الـ BJ، حتى أميز الـ Distribution Function الخاصة بالـ X والـ Distribution Function الخاصة بالـ Y. نرجع إلى Z. Z هو حاصل جمع المتغيرين العشوائيين X و Y. فإذا عندنا حادثة مثل R، هذه الحادثة لازم نعرفها probability of Z يساوي لنا R. R راح تحدث بشكل mutually exclusive، يعني بشكل حوادث متنافية بالشكل التالي: إذا كانت X صفر Y R، أو X يساوي واحد Y R ناقص واحد، أو X يساوي اثنين Y R Y يساوي R ناقص اثنين، فراح تكون عندنا هذه الحوادث A not B R، A1 B R ناقص واحد، A2 B R ناقص 2، وهكذا AR B not. هذه هي الحادثة R. إذن حتى نقدر نعرف كيفية حدوث الحادثة Z، فإذا CR لو عرفناها C هي عبارة عن probability of Z تساوينا R، راح تكون حاصل جمع هذه الحوادث، لأنه إما الأولى تحدث أو الثانية أو الثالثة، ونحن نعرف الـ OR معناته الجمع بالاحتمالات، فإذا الأولى زائدا الثانية زائدا الثالثة، فإذا CR ممكن أن نعرفها بهذه السميشن، هي عبارة عن مجموع I سالب من صفر إلى R AI BR ناقص I. الC خاصة بالZ، الA خاصة بX، والB خاصة بY. فإذا كل حادثة تعود إلى متغير عشوائي. إذا راح يكون عندنا سيكونس جديدة اللي هي CR، متسلسلة جديدة اللي هي CR، وهذه CR هي نتائج حدوث AK مع BJ، combination of two sequence. إذن عليه ممكن أن نعرف CR هو عبارة عن حاصل ضرب السيكونس AK في السيكونس BJ. إلى حد الآن فقط عرفنا الحادثة Z يساوي لنا R. نحن نريد نعرف الدالة المولدة احتمال، هذه غايتنا، الدالة المولدة الاحتمال لZ. طبعا قبل كنا نكتب الدالة المولدة الاحتمال بشكل P of S بصورة عامة، لأنه عندك متغير واحد، لكن هون عندك أكثر متغير، لازم ترمز تقول هذه الدالة المولدة الاحتمال لX، أو الدالة المولدة الاحتمال لY، أو الدالة المولدة الاحتمال لZ، لازم تسميها، ليش صار عندك أكثر من دالة مولدة الاحتمال. فإذا هون راح يقول let PXS والPYS والPZS be the probability generating function، راح تمثل الدالة المولدة الاحتمال لـ X و Y و Z على التوالي، يعني BXS
هي الدالة المولدة احتمال لX، ولواي نسميها بي واي، ولزد نسميها بي زد. إذا كنت تدرس على متغير واحد فقط عشوائي واحد ما يحتاج تكتب بي اوف اكس، بس تكتب بي اس، راح نعرف انه هاي الدالة المولدة الاحتمال للمتغير اللي انت عم تدرسه. لكن ما طول صار عندك اكثر من متغير عشوائي لازم نسميها هذه الدالة المولدة الاحتمال لاكس، او الدالة المولدة الاحتمال لواي، ونفس الشيء اس، او الدالة المولدة الاحتمال لزد مثلا. زين، نجي نعرف الدالة المولدة الاحتمال لزد بصورة عامة. الدالة المولدة الاحتمال هي توقع الاس اس زد، هي الاصل هون توقع اس اس زد، اس اس زد. زد هي عبارة عن اكس زائدا واي، فعوضنا عن توقع الاس اس اكس زائدا واي، وممكن تكتب بهذا الشكل لانه عند الضرب تجمع الاسس، فتوقع الاس اس اكس في توقع اس اس واي. بما انه اكس واي اندبندنت، فاذا ممكن ان نوزع التوقع بالشكل، راح يكون توقع الاس اس اكس في توقع الاس اس واي. اذا هذا المقدار او هذا الشكل هو الدالة المولدة لاحتمال لاكس، وهذه الواي توقع الاس اس واي هو الدالة المولدة لاحتمال لواي. اذا الدالة المولدة لاحتمال لزد هي عبارة عن الدالة المولدة لاحتمال لاكس في الدالة المولدة لاحتمال لواي. اذا حصلنا على نظرية، إذا كانت Z هي عبارة عن X زائد Y، إذا كانت Z هي حاصل جمع متغيرين عشوائيين، فإن الدالة المولدة الاحتمال لZ في ZS هي عبارة عن حاصل ضرب الدالة المولدة الاحتمال X في الدالة المولدة للاحتمال لY. هذه هي اللي نريد نتوصل له من خلال هذه المحاضرة. ممكن أن نبرهن هذه الـ probability genetic function الدالة المولدة احتمال لزد من خلال الحوادث C. نحن قلنا الحادثة C عرفناها بالبداية، CZS هي عبارة عن مجموع R سنة من صفر المالاني CR SSR، هاي الدالة المولدة الاحتمال بصورة عامة لزد. ممكن نكتبها C، ممكن نكتبها هون P، نفس الكلام نكتبها P. فإذا PZS الدالة المولدة الاحتمال لزد هي السي ار، اللي هي ايش قلنا؟ السي ار هي الديستريبيوشن فانكشن لزد. السي ار عرفناها هي هذا المقدار، مجموع اي سالب من صفر الى ار اي اي بي ار ناقص اي اس اس ار، هذه العفو فقط، هذه عرفناها ببدايه المحاضره، عرفنا قيمه سي ار، عوضنا مكانه في هذا الموقع. راح اوزع، قبل ما اوزع عندي اس اس ار، ممكن أن أجزئها إلى جزئين. S أس R هي عبارة عن S أس R ناقص I زائد I، حتى أنطي جزء منه للA وجزء منه لB. يعني هذه S أس R جزء منها أنطيها لA اللي هي خاصة بالمتغير العشوائي X، وجزء ثاني لB اللي خاصة بالمتغير العشوائي Y. فكتبناها S أس R ناقص I زائد I، ضفنا وطرحنا I ما يضر شيء. إذا صار عندنا S أس I و S أس R ناقصا I. الأولى S أس I راح نطيها لA، والثانية S أس R ناقصا I راح نطيها لB لأنه تشبهها. فصار عندنا المجموع الأول I صار من صفر للمالاني AI S أس I صارت خاصة بA، وهذه خاصة بB. هذا هو لو كانت هذه التوزيع الاحتمالي لX، وهذه التوزيع الاحتمالي لY. فإذا وكأنما هذه هي الدالة المولدة الاحتمال لX والدالة المولدة لاحتمال لواي. فإذا هون نحن عرفنا الدالة المولدة لاحتمال لزد من خلال حدوث الحوادث سي وعلاقتها بحادثة اي وبي. زين، راح نكتب هذا الشكل على شكل نظرية، نكتبه على شكل نظرية حتى نستخدمه مباشرة. كان هذاك الشيء اللي درسته سابقا التعريف، هسه نحوله إلى شكل ثيور. النظرية ما ببرهان، وإنما عبارة عن نظرية حتى أنت تستخدمها في الحل التطبيقي. The probability generating function الدالة المولدة الاحتمال of the sum two independent random variable لمجموع متغيرين عشوائيين X وY. إذن الدالة المولدة الاحتمال لحاصل جمع متغيرين عشوائيين X is a protect to probability generating function of X and Y، هو عبارة عن حاصل ضرب الدالة المولدة احتمال لX في الدالة المولدة احتمال لY. هذه هي النظرية، هاي اللي هون النظرية.
بمعنى أن الدالة المولدة احتمال Z وZ هو حاصل جمع X زائد Y هو عبارة عن PXS في PYS Z يساوي X زائد Y. فإذا لو كان Z يساوي X زائد Y فإن الدالة المولدة احتمال Z هو حاصل ضرب الدالة المولدة احتمال للمتغير العشوائي X في حاصل ضرب في الدالة المولدة احتمال للمتغير العشوائي Y. ممكن نعمم هذه الحالة إلى أن من المتغيرات، نحن هون فقط لمتغيرين عشوائيين. إذا كانت عندك مثلا Sn، إذا كان عندك Sn هي عبارة عن حاصل جمع N من المتغيرات العشوائية، أيضا عددها محدود N، يعني تعرف عددها، عددها N 10 15 20 100، المهم N fixed number. لو كانت Sn يساوي لنا X1 زائد X2 زائد Xn، فإن الدالة المولدة لاحتمال Sn لهذه كتبنا P of Sn، يعني الدالة المولدة احتمال Sn S هي عبارة عن الدالة المولدة لاحتمال المتغير الأول في الجمع يصير ضرب في الدالة المولدة احتمال المتغير الثاني في الثالث ولغاية الدالة المولدة لاحتمال للمتغير Xn. فإذا ممكن أن نكتبها بهذا الشكل، هي عبارة عن product i يساوي مو واحد لغاية الآن الدالة المولدة الاحتمال لـ XIS. هذه النظرية راح نستخدمها في إيجاد الدالة المولدة الاحتمال لـ Z. فإذا كانت الدالة المولدة الاحتمال لـ X مثلا X توزع بواسون، X2 توزع بواسون لكن بمعلمة أخرى أو يتوزع جيومتريك، Xn توزع متغير عشوائي آخر، أنا أعرف البواسون الدالة المولدة الاحتمال ماله وأعرف مثلا الجيومتريك، فإذا الدالة المولدة احتمال لحاصل جمع راح أضرب الدالة المولدة الاحتمال اللي وجدتوها بالمحاضرة السابقة، راح تظهر لي الدالة المولدة احتمال لـ Sn. لو كانت ثيورم ثانية عندنا، لو كانت هذه المتغيرات العشوائية هي independent and analytically distribution، هذه الـ IID إيش معناتها؟ independent يعني مستقلة ومتماثلة التوزيع. لو كان عندي Sn هو حاصل جمع X1 زائد X2 زائد Xn، وN هو fixed number يعني عدد معروف محدود أي رقم كان، وكانت المتغيرات العشوائية X1 X2 Xn هي independent identically distribution يعني متغيرات مستقلة ومتماثلة التوزيع، متماثلة يعني لها نفس التوزيع بنفس المعلومات، يعني مثلا X1 XI تتوزع توزيع مثلا بواسون بالمعلمة لمدة، كلهم يتوزعون بالمعلمة لمدة بنفس المعلمة، يعني مأخوذة من نفس المجتمع اللي أنت عاد تدرسه، فإذا راح يكون نفس المعالم. إذا الدالة المولدة الاحتمال لSn نحن مثل ما قلنا بالنظرية السابقة هي حاصل ضرب الدالة المولدة الاحتمال المتغير العشوائي الأول في الدالة المولدة الاحتمال المتغير العشوائي الثاني ولغاية الآن. زين كانت الدالة المولدة الاحتمال هوني متشابهة كلتهم بنفس المعلمة، بنفس المعلمة، إذا مباشرة بدون أن نضرب رأسا راح نقول ما طول هي independent identically distribution، بمعنى الدالة المولدة احتمال المتغير العشوائي Sn هوني Sn هي عبارة عن PXS Sn، راح نكررها N من المرات، كلهم لها مثلا لو نفرض بواسون E to the lambda S ناقص واحد، كلهم كان في الشكل، فإذا كان الأول E to the lambda S ناقص واحد الثاني فمباشرة عددهم كم واحد كانوا 20 واحد، راح أقول E بس 20 لأنه متشابه. فإذا هذه النظرية الثانية، إذا كانت المتغيرات العشوائية اللي أنت عم تجمعها وتريد الدالة المولدة احتمال لها كانت independent identically distribution، فإن الدالة المولدة الاحتمال راح تكون الدالة المولدة الاحتمال لأحد المتغيرات أس N. هذه أيضا راح نستفاد منها في التطبيق. راح نأخذ مثال من الأمثلة. Let X1 X2 be two independent Poisson variables. لو فرضنا أنه X1 و X2 هما متغيرين عشوائيين يتوزعان توزيع Poisson with mean، مين أو باراميتر، نحن نعرف مين أو باراميتر نفس الشيء، المين بالنسبة للتوزيع الأسي عفوا توزيع بواسون، المين هو نفسه المعلمة لامدا 1 ولامدا 2. إيش معنات لامدا 1 ولامدا 2؟ يعني المتغير العشوائي X1 يتوزع توزيع بواسون بالمعلمة لامدا 1، والمتغير العشوائي X2 يتوزع توزيع بواسون بالمعلمة لامدا 2، لهم نفس التوزيع لكن معالم مختلفة،
هذولي ما تعتبر independent identical distribution، يعني ما متماثل التوزيع، تمام التوزيع بوسون لكن بمعلومات مختلفة. المطلوب find the probability generated function، جد الدال للمولد الاحتمال لحاصل جمع المتغيرين عشوائيين x زائد y زائد x1 زائد x2 اللي سميناهم z. إذا مطلوب إيجاد الدال للمولد الاحتمال لz، وزيت هي حاصل جمع المتغير العشوائي الأول زائد الثاني and the mean and variance. المين والفاريس نعرفها سابقا عشان نوجدها. نحن المهم نوجد probability generating function لزيت. من وجدناها نعرف المين، نشتقه يظهر لك المين، والتباين أيضا لنا معادلة الخاصة به. solution، أول عملية راح نوجد لازم نعرف الدال المولد احتمال المتغير العشوائي الأول والثاني. فأنت لازم تبرهن أول شيء توجد الدال للمولد احتمال للمتغير العشوائي X، أبد ما تحفظون شيء. هون عندنا الحفظ ما موجود، قال أنه XI تتوزع توزيع بواسون بالمعلمة لمدة، بالمعلمة لمدة. فإذا أنت لازم توجد في XI S، توجد الدال للمولد احتمال للمتغير العشوائي X، حتى لو كنت أخذته سابقا. في كل مرة أنت تبرهنه، في كل سؤال أنت تبرهنه، لأن نحن ما عندنا شيء نحفظه، أريد الدال المولد احتمال المتغير X أبرهنه. فإذا أول شيء أوجد الدال المولد احتمال المتغير العشوائي XI، وXI قلنا هو إما X1 أو X2. بصورة عامة نحن نعرف شكل الدال المولد الاحتمال هو مجموع X يساوينا مجموع K يساوينا من صفر إلى ما لا نهاية PK S أس K. PK هون عندنا كنا ختمها، هاي أخذناها محاضرة سابقة، هي توزيع بواسون عوضنا، بس هون نكتب E to the ناقص لمدا I. ليش لمدا I؟ لأنه لمدا 1 خاصة بالمتغير العشوائي X1 ولمدا 2 خاصة بالمتغير العشوائي X2. يعني نحن ما راح نكرر مرتين نقول نوجد P of X1 S ونوجد P of X2 S، نوجد P of XI ومرة خلي I واحد مرة خلي I اثنين حتى للسهولة. فنحن كتبناها مباشرة للسهولة. زين. E to the lambda i، lambda i يسكي على k factory، E to the ناقص lambda i نستخرجه خارج الـ summation. وتعرفون هاي الطريقة ندخل lambda والـ s تحت أس واحد. هذه صارت هي عبارة عن الإكسبونينشال E، هذه ثابتة E to the ناقص lambda i نزلت مثل ما هي، وهذه هي عبارة عن E to the lambda i s. لمدا اي خارج قوس راح يبقى لي اي تو ذا لمدا اي اس ناقص واحد. لما يكون عندك متغير واحد بسرعه عم نكتبه اي تو ذا لمدا اس ناقص واحد، لكن هون عندنا الدال المولد الاحتمال لمتغيرين، الاول لمدا 1 راح نعوض والثانيه لمدا 2، فراح يصير عندك الدال المولد الاحتمال لمتغيرين. هسه طلب منك الدال المولد الاحتمال للمتغير العشوائي زد BZS. دائما من يكون عندك اكثر من متغير لازم تكتب اسم المتغير يم الدال المولد الاحتمال BZS مثل ما كتبنا هون. مباشرة من النظرية واحد، ما تقول انت عندك نظرية جاهزة. ليش سميناها نظرية؟ حتى قبل نستخدمها. النظرية تقول اذا كان عندك متغيرات حاصل جمع متغيرات عشوائية وتريد توجد دال المولد الاحتمال، فهي product ل i سالب 1 لغايه 2 اللي عندك متغيرين p x i s. هذه هي النظريه اللي كتبناها هون موجوده، هذه النظريه راح نستخدمها جاهزه. ما طول عندك متغيرات عشوائيه قبل نستخدمها، بمعنى هي مره راح اعوض عن i بواحد مره راح اعوض عن i باثنين. فاذا هي الداله المولد الاحتمال للمتغير العشوائي الاول في الداله المولد الاحتمال للمتغير العشوائي الثاني. وجدنا الداله المولد الاحتمال للمتغيرين، فإذا راح أعوض عن e to the lambda 1 s ناقص 1، هاي الدالة المولد احتمال المتغير العشوائي الأول، وال e to the lambda 2 s ناقص 1 هذه الدالة المولد الاحتمال المتغير العشوائي الثاني. نلاحظ s ناقص 1 مشترك، نطلعها خارج قوس، يبقى لي e to the lambda s زائد lambda 1 زائد lambda 2. ممكن أن نفرض lambda 1 زائد lambda 2 يساوي لنا lambda، فإذا صار شكل الدال المولد احتمال e to the lambda s ناقص 1. إذا توصلنا إلى أن الدال المولدة للاحتمال لحاصل جمع المتغيرين العشوائيين x زائد y
هو عبارة عن e to the lambda 1 زائد lambda 2 s ناقص 1، أو نسميها e to the lambda s ناقص 1، ولمدة هي lambda 1 زائد lambda 2. تلاحظ أنه هذه الدالة المولدة للاحتمال هي دالة مولدة لاحتمال توزيع بواسون، بمعنى أنه حاصل جمع متغيرين عشوائيين يتوزعون توزيع بواسون أيضا ينطيك توزيع بواسون، وهذه من خصائص توزيع بواسون إذا كنت درستها في الإحصاء الرياضي سابقا، أنه من خصائص توزيع بواسون أنه حاصل جمع توزيعين أو متغيرين عشوائيين يتوزعون توزيع بواسون أيضا ينطيك توزيع بواسون، حتى لو كان ثلاث متغيرات، حتى لو كان أربعة، حاصل جمعهم ينطيك نفس المتغير. هذه الخاصية ما موجودة في بقية التوزيعات، فقط في هذا التوزيع موجودة هذه الخاصية. فإذا تلاحظ أنه زد أيضا تتوزع توزيع بواسون بالمعلمة لمدة 1 زائد لمدة 2، لكن المعلمة هون اختلفت، X1 تتوزع توزيع لمدة 1، X2 لمدة 2، والزد حاصل جمع هو حاصل جمع معلمة المتغير الأول زائد معلمة المتغير الثاني. صار عندك دالة مولدة الاحتمال، طلب منك المين والفارينس، اشتق يظهر لك المين، وطبق قانون التباين يظهر لك التباين. فإذن المين توقع الزد اللي هو الحاصل جمع هو عبارة عن P prime Z واحد، نشتق الدالة المولدة الاحتمال لزد ونعوض عن الاس بالواحد، راح ينطيني هذا الشكل. نحن نعرف مشتقة الـ e to the lambda 1 زائد lambda 2 s ناقص 1 هذه مشتقتها مثل ما هي، تنزل نضرب في مشتقة الأس، مشتقة الأس هي lambda 1 زائد lambda 2 مضروبة في الـ s، أن نشتق بالنسبة للـ s، إذا مشتقة الأس هي lambda 1 زائد lambda 2 نزلت lambda 1 زائد lambda 2 عندما s تساوينا 1، لأنه نحن كتبنا 1 فنخلي هذا الخط عندما s تساوينا 1، إذا s تساوينا 1 1 ناقص 1 0 e to the 0 1، إذا المين هو لمدة 1 زائد لمدة 2، وهذا أيضا من خصائص حاصل جمع متغيرات عشوائية تتوزع توزيع بواسون، المين ماذا؟ هو المين الأول زائد المين الثاني، المفروض التباين أيضا يطلع لك لمدة 1 زائد لمدة 2، إذا هذا هو المين. طبعا أكو ملاحظة أيضا، لو تريد تتأكد أنه هاي الدالة اللي ظهرت لك صحيحة أم خطأ، قلنا نعوض عن الاس بالواحد في الدالة المولدة الاحتمال، إذا كانت قيمتها واحد إذا الشكل الدالة هو صحيح. فلو عوضنا عن هذا بواحد، هون عوضنا عن الاس بالواحد، فواحد ناقص واحد صفر e to the صفر يساوي لك واحد، إذا الدالة المولدة الاحتمال لزد هي دالة صحيحة، لأنه لما تعوض في الدالة قبل اشتقاقها يجب أن يظهر لك واحد بجميع الدوال. زين، التباين، نحن نعرف قانون التباين، ثابت هذا التباين، قانون التباين variance z هو المشتقة الثانية لz للدالة المولدة احتمال لz زائد المشتقة الأولى ناقص المشتقة الأولى بعد مساواة الاس بالواحد. طبعا هذه موجودة المشتقة الأولى اللي هي المين، وهذه أيضا موجودة المشتقة الأولى اللي هي المين بس نربعها، باقي عندك فقط المشتقة الثانية نوجدها، المشتقة الثانية تشتق هذه مرة أخرى، تشتق مرة أخرى نفسها تنزل مثل ما هي، الأس مشتقة الأس تنزل مرة أخرى، راح يصير عندك هوني تربيع. عندما S تساوي 1 عوض عن الأس بالواحد، هذا المقدار كله راح يصير قيمته 1، إذا يبقى لي فقط لمدة 1 زائد لمدة 2 تربيع. هذه وين أعوضها؟ أعوضها في قانون التباين. إيش راح يصير عندي؟ لمدة 1 زائد لمدة 2 تربيع اللي هي المشتقة الثانية، ولمدة 1 زائد لمدة 2 هي المشتقة الأولى، ولمدة 1 زائد لمدة 2 هي المشتقة الأولى تربيع، التربيع فربعناه، هذه تحذف مع هذا المقدار. إذن variance z هو lambda 1 زائد lambda 2. إذن تباين المتغير العشوائي z اللي هو حاصل جمع x زائد y هو lambda 1 زائد lambda 2، نفس التوقف. هذا هو الغاية من هذه المحاضرة، أنه نحن نعرف الوسط والتباين باستخدام الدالة المولدة الاحتمال للمتغير العشوائي. في هذه المحاضرة كان عندنا حاصل جمع متغيرين عشوائيين، والمطلوب معرفة الدالة المولدة الاحتمال للمتغير الجديد Z اللي هو مثل لك حاصل جمع متغيرين. لو كان عندك Z هو عبارة عن X1 زائد X2 زائد X3 مثلا، إذن أنت راح تضرب الدالة المولدة الاحتمال للمتغير العشوائي الأول في الدالة المولدة احتمال المتغير العشوائي الثاني في الدالة المتغير العشوائي الدالة المولدة احتمال المتغير العشوائي الثالث،
وراح تظهر لك لو كانت في هذا السؤال راح تظهر لك لامدا 1 زائدا لامدا 2 زائدا لامدا 3. وبنفس الطريقة ممكن تظهر هنا إذا كانت n وهكذا. وشكرا لحسن الإصغاء.